فارس. اهدا يا رجل، حد يكلم خطيبته كده؟ امال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟ وانت مالك انت؟ مالي؟ هسكت عن الحق؟ ايوه ينفع يسكت عن الحق؟ يعني انت بتزعلي كده وانا خطيبتك؟ امال لما تتجوزني هتعمل فيا ايه؟ انا مش فاهم، انت رمى ودنك معانا ليه؟ لا هذه ودني وانا حر فيها، ارميها في اي مكان. وانا بقى الاوتيل ده بتاعي، محدش يرمي ودنه في الاوتيل ده. لا سيدي، انا لما ارميها في اي مكان، انا حطيتها في مكان وكنت ناوي اخدها تاني. اين ودني؟ اعطيني ودني اذا كانت معك. يا عم مش قصدي، انت ليه بتلمع اوكر؟ لا انا لا ألمع اوكر، هل انا جزمجي؟ مش قصدي، انت بتصنط علينا ليه؟ لا لا سيدي، هذه اكاذيب. انا لا اتصنط في الخلاء، انا اتصنط في الحمام. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز ودني، اعطيني ودني اذا عايز ودنك. ثانيه واحده، خد ودنك. اي ايه ده؟ سلامتك. مالك انت كويس؟ لا لا لست كويسا، قلبي ماله؟ قلبي متعلق بيكي، قلبي سهران يناديكي. هذه ليست بشر، هذه ملائكة. طب يهرج يا مامي، يلا يلا بينا. مامي مامي لا تمشي يا فارس. بس مامي بقى مامي يا فارس. مامي فارس. قلبي. ما تقلقش يا باشا، الواد شكله هيتجوز البنت وهياخد الميراث، وانا على قلبه لحد ما ياخد الميراث عشان ناخد فلوسنا. يا رب يا ساتر. مع السلامه انت يا باشا، عشان تقريبا واحد بيتنحنح داخل الحمام. انا عايز اسال سؤال، انتوا ازاي تخشوا على الناس الشرفاء هكذا؟ ما انا معايا كارت الاسبير وخلاص بقى، احنا بقينا اهل. ماذا تريد؟ هتوحشنا والله يا مستر شونج. انا لماذا؟ ما انت هتسيب الاوتيل دلوقتي. من قال هذا الخبر الاسود؟ من غير ما تقول، احنا نقفل الاوتيل كله للتجديد، من الاخر كده مغلق للتحصينات. اسمها مغلق للتحصينات يا مغفل. بالنسبه لك انت تحصينات، انت لازم تسيب الاوتيل فورا. انا اسيب الاوتيل؟ الى اين اذهب؟ اذهب الى بلدك. عجيب امركم ايها المصريون، انتم تتلككون لي كي اطفش من الفندق، اليس كذلك؟ تعرفت منين؟ وانا لن اطفش من الفندق. بطني تتفرتك. مالك يا مستر شونج؟ مستر شونج. ما تجيبلناش مصيبه هنا، بوس ايدك يا مستر شونج. الله، طريقه جميله يا فندم تعبر بيها عن اوجاعك. بص انا عايزك تهدى خالص وتحكي لي عن مشاكلك في الطفوله. سيدي انا لم يكن لي طفوله، أنا ولدت كبيراً. تحكي لي عن مشاكلك الرومانسية أثناء الشباب. ما هذا؟ أنا لم أطلب دكتوراً نفسانياً، أنا بطني تتمزق، من الواضح أني صممت في هذا الفندق. جيت لي في ملعبي يا فندم. إيد حضرتك؟ ها؟ ماذا تفعل يا سيدي؟ أترسم لي منكيراً؟ يا فندم بعمل كمادات لحضرتك عشان تهدى، على فكرة الجسم كله موصل لبعضه كده. أنا فهمت الفولة، أنت لست دكتوراً، انت فنطاس ميه. ما اسمح لك شيء. خزان ميه. ما اسمح لك شيء. كل من ما تخلينيش اصرف وشك. سيدي انت تسرب من بدري. بقول لك ايه، انا عينيا ما راحتش في كليه الطب عشان واحد زيك يجي يغلط فيا، حتى لو صيني. ولا انت شكلك غريب يلا. تركتك كده غريبه، وشك عربي على شعر هندي على لبس صيني، انت مش صيني ياض. انتم قتلتموني في هذا الفندق وسأبلغ عنكم البوليس. أنا ما عملتلكش حاجة. أنت لست دكتوراً، أنت ساعي بريد. يا عدوي. بسم الله ما شاء الله فارس، البدلة هتاكل منك حتة، قصة الشنطة دي شغل جامد. يا عم لو الناس ما شافتها هتقولي كنت لابسها لمين قبل كده. حرام عليك بقى، ما تظلمهاش، البنت ربنا هداها وامها معقلاها. هو المأذون فين يا جماعة؟ فارس نسمع أمر إن هو يستحمى بالكلور قبل كده. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ كلور؟ ده كده يا ابني هيبوش ويبيض. خلاص مش وقت، بس جاي جاي جاي. اللهم صل على النبي. هوبا. ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ مبروك يا عرسان يا احلى عرسان. حبيبتي. ياتي. ايه القمر ده؟ انت مستحميه بكلور زي المأذون؟ اكيد المأذون، بس انت شفت ايده؟ مالها؟ بص فهمك حاجه، شايف فاكر لما قلت لك ايدك الله حلوه ومقصوصه ومدوره؟ ايده مقرقطه بياكلها زي الفرين. وبعدين انا وانت هنحط ايدينا في ايدين بعض، والمأذون هيحط ايده، ينفع ايده تبقى مش نظيفه؟ لا لا بسم الله ما شاء الله عقل قوي. صح حبيبتي. ايش يا فندم؟ كل حاجه تحت السيطره، في حضرتك معاكي اتنين شهود، انا ومستر غلاب، انا شاهد اول، مستر غلاب شاهد تاني. ايه ده؟ ايه يا ادهم؟ انا شاهد اول عيب؟
مستر غلاب ما تصغرش نفوخك بقى، حضرتك كل مره بتبقى شاهد اول الجوازه ما بتتمش، سيبنا جرب. لا اذا كان كده انا عايز الجوازه تتم، اتفضل. ويا فندم انا بطاقتي موجوده اهي يا فندم، اتفضلي حضرتك. برافو عليك، بقيت عارفني. ايوه. ايه ده بس انا شاكه انها مزوره، هي دي حقيقيه؟ عامل حساب يا فندم، حضرتك دي شهاده ميلادي فيها اسمي، اسم اللي جابوني وعليها ختم النسر. برافو. برافو الاثنين متطابقين. برافو برافو. يا فندم جدا، ما الجوازه دي هتتم يعني هتتم ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك. استنى وريها ايديك. اه اه بصي بصي بصي. برافو برافو. كلور وريك ومديها مديها. برافو عليك. سو براود. ثانك يو. سلام عليكم. عليكم السلام. حسن باشا. واضح ان انا جيت في مناسبه ساره. ساره جدا يا فندم، مبروك. انا جات لي اخبارية ان في سايح هنا حد اعتدى عليه وجات له ازمه قلبيه. ايوه يا فندم، انا ما سبتوش، دخلت عليه فورا، مسكت رجله قعدت ادعك فيها ادعك فيها ادعك فيها، خليتها زي القشطه. طب تعمل له مناكير ومناكير يا فندم؟ يا فندم دي اسعافات اوليه. ده في الدقهليه. ادهم. نعم يا فندم. تعرف ايه عن الراجل ده؟ في الدقهليه. ايه غربيه؟ اسمع ليا، شوف حضرتك المحافظه اللي انت عايزها وانا حمضي. اه مستر غلاب. يا فندم تعرف ايه عن الراجل ده؟ الله يبارك فيك يا فندم، ميرسي جدا. سعيد يا بيلمن. ايوه حسن باشا. يا ترى وصلت الراجل ده اوضته؟ انا لا شفته ولا اعرفه ولا عمري وصلته يا باشا، انا استقلت من يومين، انا جاي ابارك وهني، ربنا يتم بخير يا مستر فارس. حبيبي الله يبارك فيك. الله يخليك. خلاص سعيد يا صاحبي. يلا بقى ما اشوفش خلقتك تاني. ربنا يتم بخير. السلام عليكم. لو سمحت لو سمحت. ايه؟ حضرتك ما سالتنيش. شوف يا ابني، انت حتى لو تعرف حاجه انا مش عايز اعرفها منك. انا ما اعرفش بس اسالني بقى. هأيدها ضد مجهول، مالكش دعوه. طيب يا جماعة أنا آسف جدا إن أنا عطلتكم، انجوي اللي بتعملوه وويلكم تو غردقة. ثانك يو. بعد إذن حضرتك. إيه؟ مستر فارس. أنا نسمة. نسمة. يا فندم دي خطيبتي، على فكرة هي موسوسة شوية، شاكة إن أنت ظابط أصلا. يا فندم. أنا متأكد هي اللي شاكة. أنا مش شاكة على فكرة. أنا بنده لحضرتك عشان أسأل حضرتك اسمك إيه، عشان وأنا بكلمك أعرف أنا بوجه كلامي لمين. حسن. الضابط حسن زي شاطر حسن. انا عارفه بالظبط مين اللي قام بالاعتداء على الراجل الصيني. نسمه كفايه اسكتي، حد الليله بقى ما يصحش اللي بتعمليه ده. هي ما بتكلميني كده ليه قدام الضابط يا ماما؟ كفايه. I'm not gonna shut up. I saw I saw what happened. She nearly killed the man. Don't talk to me like this in front of people. The man is gonna die. كفايه. بس بقى يا ستات خلينا نفهم بقى هي بتقول ايه. شكرا كابتني على طول مش بتخليني اقول اللي انا عايزاه. اكتر من كده عايزه ايه تاني؟ وبعدين ما بقول لك ايه يا فندم. قولي عينيكي كلها حزن، اتكلمي، القانون يحميك. شكرا. انا شفت جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. لا هقول يا مامي. قولي كل اللي عندك. اوكي دي جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. انا عارفه بالظبط مين اللي قام بالاعتداء الجسدي على الراجل الصيني. معلش ممكن توضحي؟ ايوه يعني ضربه في قلبه بالبوكس كده. ضربه في قلبه؟ ايوه. لا قانون يحميك، انا في ظهرك. شكرا. قولي يا نسمه. هو ده مستر غلاب؟ ايه ده؟ لا مش انا. لا مش ده، فارس. اتفضلي. الشاي. ايه ده ايه ده؟ شكله مشروب منه كده ومدلدق من كل حته، شيله لو سمحت. مش عاجبك ما تشربيهوش، والزبون على باطل، حلو كده؟ ايه اللي حلو كده؟ ايه ده ايه ده؟ استنى انا بكلمك. هو مالو بيكلمني كده ليه؟ عشان سجنتي المدير بتاعهم. مالي هو اللي سجن نفسه؟ في حد في الدنيا يبلغ البوليس عن خطيبه؟ الحمد لله. الحمد لله اني اكتشفته قبل ما اتجوزه. ربنا ينتقم منك. فارس خد 4 أيام أزمة التحقيق. طب ما هو ده العادي على فكرة. أنت معجونة من مية إيه؟ أنت عارفة إن وسوستك دي هتضيع مستقبله؟ قريب قوي هتشكريني عشان أنا رحمتكم منه. قريب قوي براءته هتبان. على فكرة فارس عمره ما يكون قتل. لا يمكن. في جريمة قتل؟ مفيش جريمة قتل أصلاً. أنت جننتيني. يا مالها محموقة كده ليه؟ إيه إيه الشخصية الغريبة دي؟ عرفت من المحامي إنها بتحبه يا خايبة. أصلاً كنت شاكة فيها من الأول. شيخة أنت شاكة في كل حاجة أصلاً.
ايه يا مامي في ايه؟ انت كمان مالك محموقه كده ليه؟ مش فاهمه هما سايقين مني ليه؟ انا اصلا ما عملتش حاجه. ادهم. نعم. نعم اسمها افندم حضرتك. افندم حضرتك. عايز اعمل تشيك اوت. لما اخلص اللي في ايدي افندم حضرتك. ايه الطريقه دي دلوقتي؟ حاضر. طبعا انت عملتي عمتك وهربانه حسبي الله. حسبي الله؟ وانت بتحاسبن عليا ولا ايه؟ لا يا فندم انا بحاسبن على واحد صاحبي اسمه فخري، اصل فخري ده ظالم ومفتري وبيرمي بلاء على الناس، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فخري. فيك انت وفخري ان شاء الله. بجد يا فندم كانت اقامه سعيده ونورتينا واحنا يعني بنعيط ان حضرتك ماشيه والله، اتفضلي يا فندم حضرتك ادي حساب الاوضه اللي بندفعه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا مامي انا بابخي توسي شوز لا، ايه ده؟ ايه؟ سوري انت تشبرتلي في خمسين، انت اقول انجلش اقول ذا تايم. الحاجات دي كومبليمون المفروض تبقى على حساب مستر فارس، احنا ما خدناهاش. سي با فري، مستر فارس حضرتك سجنتي يعني انت اللي تدفعي. مش انا اللي سجنته على فكره، الظابط اللي سجنه. وبعدين هنا في 8 مانجا، انا مش بشرب مانجا. انت هتدفعي المانجا؟ انا هتدفعي المانجا. لا مش هدفع المانجا، لان انت كنت واقف لما طلبت المانجا واسمه ايه ده كان بيشرب منها ورجعناها وخدنا كام. بصي بقى تبطلي شك وتدفعي بقى كام، والله العظيم هحبسك، انا عامل احترام للهانم. يا بقى كفايه بقى، انت ايه مش بتهدي؟ خد يا ابني خد الحساب الكريدت كارد اهو، شيل المانجا من حسابه وما تدفعش حاجه. ماما لما تتكلم الصغيرين يسكتوا. كفايه بوظت لنا الاجازه، عايزه ايه تاني؟ ايه ده؟ ترد ولا ايه؟ لا النيابه افرجت عني قالوا اني بلغ كايدي. الحمد لله على سلامتك. شكرا. الحمد لله على السلامه. على فكره مش انا اللي سجنتك، الظابط هو اللي سجنك، لان هو لما سالني ايه اللي حصل كان لازم ارد بكل صراحه واقول ايه اللي حصل بالظبط. نعم يا اختي. اهم حاجه الصراحه يا مستر فارس، وبعد اذنك طبعا انا عايز اقول الصراحه، الورقه اللي حضرتك مسكتيها بعديه انا كنت طبعا ماسكها بايدي، وللصراحه انا ما غسلتش ايدي، كنت واكل فسيخ ورنجه. القرف ده. ايه ده ادهم انت اديتها الورقه اللي كانت معايا في الحمام؟ في الحمام؟ ايه ده مستر فارس ده في براغيث من الحجز باين. لا ده لا 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 كده سيبوا كله. يلا يا ماما الكريدت كارد. طبعا يا فندم يا فندم اتفضلي يا فندم. سوري يا ماما واكل بصل. نورتونا. سيبك انت متبهدل مش متبهدل الشكشي طبعا. ادهم يبقى روح لدكتور عيون